So everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So سمر ألف مبروك. احنا النهاردة عاملين كده حاجة في يوم أكيد عمركم ما هتنسوه. احنا عاملين حاجة برضو مش عايزينكم تنساها خالص. الحاجة دي هي فيلم لامم كل الناس اللي انتوا بتحبوهم، لامم كل الناس اللي بيحبوكوا، لامم الناس اللي هي عندهم عرفان بالجميل ليكوا نفسهم يقول لكم حاجة حلوة. بالنسبة لعمر طبعا هم الناس اللي عاشت معاك ايام طول السنين اللي فاتت دي نفسهم يفكروك احنا عرفناك ازاي، نفسهم يفكروك بايام حلوة قضيناها مع بعض، نفسهم يفكروك بشوية فضايح، نفسهم يفكروك بحاجات كتير اكيد انت هتلمسها منهم كلهم، حاجات كتير انت اكيد متعطش انك تسمعها الفترة الجاية. الفيديو ده معمول كمان او الفيلم ده معمول عشان لما تبقى قاعد كده كمان سنتين ثلاثة تروح فاتحه تفتكرنا وتفتكر ان احنا احلى ايام قضيناها مع بعض، وان شاء الله بعد 20 سنة نفضل مع بعض نعمل فيديوهات تانية لاولادك ولاولاد ولادك وهكذا. الفيديو ده ان شاء الله هيبقى فيه مفاجآت بالنسبة لك، في ناس كتير انت كان نفسك تشوفهم النهاردة وكان نفسك ييجوا هتشوفهم النهاردة في الفيديو، حاجات كتير قوي هتحصل في الفيديو، فممكن بقى نروح ونتفرج. انا اعرف عمرو بس عرفته من ديزرت سيكريت في رحله لطابا، بس عاده اصلا بنعرف كل الناس الجامده من ديزرت سيكريت. انا اعرف عمرو من ديزرت سيكريت لما طلعنا مع بعض التريب بتاع طابا، بعد كده دي كانت من سنه ونص تقريبا، ساعتها عمرو بقى حبيبنا، يعني عمرو حبيبي. اعرف عمرو عن طريق يوسف اخويا صاحبه وانتيمه، ويعني انا اعرفه من زمان قوي بس كنت صغير طبعا، هو كان بيشيلني على ايديه عشان عارف الكلام ده هو بيحبه قوي، بس علاقه بقت اخويه شويه وكده واكتر من كده لما من 4 5 سنين كده. انا كنت اتعرفت على عمرو اصلا في رحله تبع ديزرت سيكريت السنه اللي فاتت، كانت لطابه. اول ما ركبنا الباص طبعا احنا لما بنطلع اي رحله بيبقى الباص طالع بدري جدا، فكلنا ما بنصدق نوصل الباص وكلنا نايم. كان عمرو ما شاء الله اكتر واحد عمال يتكلم وكان صوته عالي وكده، فطبعا كان بيضايقني جدا. وبعدين اللي حصل ان تاني يوم الرحله كان فيه سفاري تريب، فكان المفروض فيه كانيون كده بننزله. طبعا انا بخاف من الاماكن العاليه وكده، ففي الكانيون خفت وقعدت اعيط وحاجات كده، وهو عمرو كان من الناس اللي طلعت وحاولوا يهدوني، وعمرو خد الجاكيت بتاعي. وبعدين واحنا بدون ما احنا ماشيين هو كان ماسك الجاكيت عشان انا ما اتلخمش بيه، فاحنا ماشيين بقول له انت بتشتغل ايه؟ قال لي انا بشتغل ضابط امن مركزي في دهب. قلت له مؤاخذه يا باشا الجاكيت، انا اسفه جدا. ودي كانت اول معرفتي بعمرو يعني، بس بعد كده بقينا اصحاب جدا، وهو اصلا يعني انسان طيب جدا وجدع جدا. عمرو صاحب انتيم يعني صديق عمري عبد العزيز اللي هو في السعوديه حاليا. عبد العزيز ده انا اعرفه من ايام حضانه من كي جي 1، هو صاحبه وهو اللي عرفني عليه، وصاحب شريكي يوسف مرزوق برضو صاحبه الانتيم، يعرفوا بعض. عمرو العشره بتاعتنا تطورت بسرعه جدا، كانت ابتدينا في الاول في رحلاتنا وفي الصحراء والكلام ده كله، تهريج وتهييس والكلام ده كله، وبعدين بقى الموضوع تطور للحاجه اللي انا بحبها جدا واللي هو بيحبها جدا اللي هو الاكل. ابتدينا بموضوع الاكل،
عمرو نزيه بيحب الاكل بس هو ايه عشان في كليه الشرطه وبتاع فمحافظ على جسمه، بس هو دلوقتي مش عارف يحافظ على جسمه وانا بقترب من ان انا يعني اتريق عليه زي ما اتريق عليا. ياما قال لي عاطف، هو فاهم مين عاطف. عمرو احلى ايام، نفسي بنحب نسافر مع بعض، بنحب نتريق على بعض، بنحب كده نعمل جو انا وهو. ممكن هو فاكر دلوقتي الهارلم شيك واللي عملناه في الهارلم شيك في وسط الصحراء في الصحراء البيضاء. عمرو كان من الناس الاساسيه اللي بتيجي ديزر سيكريت في اي رحله، بالذات ايام ما كان في دهب. من ايام المدرسه والعلاقه توقدت في من ديزر سيكريت وبدر ومعتز وزعتر وناس كتير. انا كنت سولو، ده صاحبي من بتاع مثلا 20 سنه، وسولو ليه اخت اسمها رانيا. فرانيا قالت لي يا دينا، عارفه اللي هو يا ونيس يلي ضربت الزمر. فرانيا قالت لي يا دينا احنا رايحين دهب، قلت لها اجي. قالت انا عارفه واحد كده اسمه عمرو قبله وكده اهو، تعالي نروح دهب معاه ومش عارفه ايه، ده بيشتغل هناك ظابط. قلت لها يا سلام اجي. المهم سشورت شعري ورحنا ركبنا السوبر جيت، ودي كانت بدايه معرفتي بعمرو نزيه. اعرف عمرو اول حاجه من ديزرت سيكريت طبعا، هما اللي كان عرفونا بناس جميله منهم حكومه. انا مش بقول له عمرو، بقول له حكومه. طبيعي هو ده بالنسبه لنا الحكومه بتاعتنا، اللي كان مظبطنا في كل حاجه، بنقعد نستنجد بيه في كل المواقف. طبعا اجدع حد ممكن تعرفه في حياتك حكومه، فظيع. وهو طبعا اللي عرفنا على سمر قد ايه تجنن وجميله. النصيحه اللي اقولها لعمرو ان يخلي باله من سمر، ودي انا متاكده منها. النصيحة اللي اقولها لسمر عشان عمرو، تعملوا كل يوم تشيز كيك. بقول لهم اتقوا الله. لا بقول لهم بجد خدوا بالكم من بعض وربنا يبارك فيكم وحافظوا على بعض، وحبها تحبها وهي حبي تحبيه وكده. احب اقول لهم ان هم يفضلوا صحاب دايما ويتكلموا في كل حاجة ويعملوا كل حاجة مجنونة مع بعض، بس عشان دي اكتر طريقه تقوي علاقتهم ببعض. احب اقول لهم هما الاثنين كلوا كتير بس ما تتخانقوش على الاكل. عمرو اول حاجه بلاش تنادي سمر يا قصيره، عشان الاسره ده على فكره في انوثه جامده جدا، انت بس اللي مش واخد بالك منها. سمر احب اقول لها حبي الكرش، لان ده اكتر حاجه هتكبر معاكي بالعشره ان شاء الله. صحهم بايه؟ انصحهم بيقول لي، قول لي انا انصحهم بيه. انا ما اتجوزت، انت متجوز انا ما اعرفش. كان نصيحه ليهم، عندي مشكله دي انا الحمد لله اعزب، فنصيحتي ليهم ان هم يا ما ينسوناش. دي نصيحتي ليهم. هنصح سمر الاول. سمر من عشره العمر، يعني عرفت عنه ان هو نومه تقيل جدا، ما بيقومش من النوم بسهوله. كان يخش الخيمه كده وبيخش ينام على طول في خمس دقائق ويصحى بعدها بقد كده، تمام. عمرو كان ممكن يحصل حواليه مهرجانات وهو نايم، مفيش اي مشكله. فنصيحتي ان انت تشوفي له اي طريقه يصحى بيها، تمام. خصوصا ان هو بعد ما بيفوق من النوم بيقعد ساعتين على بال ما يفوق برضه، يعني هو بيفوق من النوم ويقعد شويه على بال ما يفوق، بيفضل نايم بس ماشي على رجليه. بالنسبه برضه من الحاجات اللي انصحك بيها، لازم تشوفي وسائل تقدري تعاقبيه بيها، لان هو ما بيخليش حد في حاله، لازم يقعد يتريق على اي حد بيشوفه، لازم. يعني هو هيطلع فيك اي حاجه يتريق عليكي بيها، تمام. فلازم تشوفي اي حاجه، زودي له بقى ملح في الاكل، احرقي له الاكل، بلي السرير، يعني مش اعملي اي حاجه، تمام. بالنسبه لعمر انصحك بايه؟ يعني بص عمرو، انا كواحد بحب الاكل زيك، احب اقول لك ان انت كرشك ظهر بدري قوي قبل الجواز بكتير، تمام. وده ملوش اي تفسير علمي غير ان انت بتاكل بصراحه، وان انت هتبقى قدي مرتين بعد الجواز. شايف انا عامل ازاي؟ انت هتبقى اكتر مني بكتير كده، تبقى قدي ثلاث مرات، وانا بقى اللي هقعد اتريق عليك، وانا هخس وانت مش هتخس. انصحه يبطل اكل، عشان هو في حته الاكل دي يعني مش عايزين نتكلم، وهيضرب وهيبقى حالته تصعب على الكافر. يعني اكتر حاجه بتعصبني في عمرو جدا يعني ان هو مسميني فرنسا، ماشي، وانا مش رغايه خالص، يعني بحب الرغي شويه شويه. واكتر حاجه بتعصبني في سمر ان للاسف انا مش بسمع كلامها خالص، وفي الاخر بيطلع صح. عمرو بيناديني يا منال، دي اكتر حاجه بتعصبني فيه.
سمر لا بصراحة هو الرقة كلها سمر أصلا، مفيش حد زي سمر يعني. بقول لهم ألف مبروك، إن شاء الله عيشة جميلة. حلوة أوي السنة يا شيخ، جبتوا من إيه؟ سمايلز جريل. منين؟ سمايلز جريل. أوكي جميل. يلا عاطف عايزين نخلص الفيديو. عاطف مين يا عم أنت كمان؟ عايش معلش يا عمر الأكل أنت عارف ما بقدرش أقاوم. سندوتش حلو بهات سمايلز جريد ده جامد جدا. احب اقول لك الف مبروك، مبروك عليكم انتوا الاثنين، ان شاء الله عيشه هنيه، وجبات شهيه، حياه مهلبيه، عيال مية مية، واخر حاجه كراميلا ملبس لوز الحب ارزاق وعزوز وكراميل زياده عشان حماده. الف مبروك. اقول لهم خلوا بالكم من بعض وان شاء الله ربنا يكتب لكم كل خير مع بعض، ونشوفكم على طول النادي دايما بقى متجمعين في كل الاماكن الحلوه وبرده مع ديزرت سيكريت. واقول لهم مبروك كبير قوي. عايزه اقول لكم الف مبروك وان شاء الله تعيشوا بسعاده طول عمركم. احب بقى اقول لكم بجد يا جماعه مبروك جدا جدا جدا، وعشان ان شاء الله تعيشوا حياه سعيده وكده. داري على شمعتك تقيد، ما تدخلش حد في حياتكم الشخصيه، وان شاء الله اشوف بقى بيتكم مليان نبات وبنات وولاد وكده. ومن الحاجات برضو المهمه جدا ما تعمليش دايفنج يا سمر مع عمرو، عشان بيقعد يتريق على الناس كانه سمكه ذهبيه. شكرا. احب اقول لهم الف مبروك وان شاء الله تبقى حياتكم سعيده مع بعض على طول، وربنا يرزقكم يا رب بالذريه الصالحه دايما. اقول لهم ربنا يتمم لكم بالف خير يا رب، وعمرو خد بالك من سمر وبلاش تعمل اللي بتعمله معانا ده معاها، احنا عارفينك كويس. والف مبروك يا حبيبنا. حابب اقول لهم ايه يعني، ربنا يكرمكم ان شاء الله ويرزقكم الذريه الصالحه ويجيبوا اولاد وبنات ويهنوكم اخر يوم في عمركم ان شاء الله. الف مبروك وربنا يتمم لهم على خير، وانتوا حبايبي. احب اقول لكم مبروك، بحبكم جدا، واخر حاجه بقى عشان خمسه مواع. احب اقول سموره حبيبتي، هي اختي اصلا مش صاحبتي، الف الف مبروك يا سموره والف مبروك يا عمر، وربنا ان شاء الله يتمم لكم بخير ويسعدكم دايما. كان نفسي اكون معاكم بس مش مشكله. مبروك يا عمري، مبروك يا سموره، ربنا يتمم على خير يا رب ان شاء الله. مش هوصيكي على الواد يا فوزيه، خلي بالك منه واهتم بيه، وانت خلي بالك منها واهتم بيها، وربنا يسعدكم يا رب ان شاء الله دايما ونتجمع على خير. مبروك عمرو وسمر، وربنا يوفقكم مع بعض، وان شاء الله حياه سعيده مع بعض على طول. وما تزعلش مني يا عمرو، انت عارف ظروف، انا ما قدرتش اجي الفرح مع ان انا عارف ان انا من اول الناس اللي المفروض ابقى متواجد معاك في اليوم ده، بس اعذرني. وان شاء الله نفرح بيكم كده اهو ببيبي قريب جدا، مستنينه عشان نلعب بيه. وزي ما انت عارف يا عمرو، الراجل اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش، ما عندوش كرش ما بيسواش قرش. كان نفسنا نبقى معاكم النهارده علشان افكرك يوم فرحي، لما قلت لي لبست يا حته، قلت لك يلا عقبالك، قلت لي ليه فاكرني مغفل زيكم ولا ايه؟ يلا الف الف مبروك، ما تقلقيش يا سمر، دي كانت غيره وشويه حقد، اهو قاعد جنبك زي القرد، واجدع عريس واحلى عروسه واحلى ليله. مبروك يا عمرو وسمر، يلا باي باي. مشيوا، اتفرج بقى على اللي حصل، هم مش واخدين بالهم. احلفي؟ طب انا حلوه؟ بعد السؤال استني بس. لو قلت لي السؤال كده خلاص هعيد، هقول لكم تاني. لا لا خلاص. مش عارف. اوكي عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. مبروك يا عمرو. لا مش حلو مبروك يا عمرو دي، مبروك يا حبيبنا، مبروك يا حبيبنا.